أراد رجل أن يبيع بيته وينتقل إلى بيت أفضل، فذهب إلى أحد أصدقائه وهو رجل أعمال وخبير في التسويق، طلب منه أن يساعده في كتابة إعلان لبيع البيت، وكان الخبير يعرف البيت جيدا فكتب وصفا مفصلا له، أشاد فيه بالموقع الجميل والمساحة الكبيرة ووصف التصميم الهندسي الرائع، ثم تحدث عن الحديقة وحمام السباحة والنافذة المطلة على الغابة إلى آخره، وقرأ كلمات الإعلان على صاحب المنزل الذي أصغى إليه باهتمام شديد وقال: أرجوك أعد قراءة الإعلان مرة أخرى. وحين أعاد الكاتب القراءة صاح الرجل: يا له من بيت رائع، لقد ظللت طول عمري أحلم باقتناء مثل هذا البيت، ولم أكن أعلم أنني أعيش فيه إلا عندما سمعتك تصفه. ثم ابتسم قائلا: من فضلك لا تنشر الإعلان، فبيتي غير معروض للبيع. لحظة، من فضلك، القصة لم تنتهي بعد. هناك مقولة قديمة تقول: أحصي البركات التي أعطاها الله لك واكتبها واحدة واحدة، وستجد نفسك أكثر سعادة من قبل. إننا ننسى أن نشكر الله تعالى لأننا لا نتأمل في البركات ونحسب ما لدينا، ولأننا نرى المتاعب فنتذمر ولا نرى البركات. قال أحدهم: إننا نشكو لأن الله جعل تحت الورود أشواكا، وكان الأجدر بنا أن نشكره لأنه جعل فوق الشوك ورودا. ويقول آخر: تألمت كثيرا عندما وجدت نفسي حافي القدمين، ولكنني شكرت الله كثيرا حينما وجدت آخر ليس له قدمين. فأسألك بالله، كم شخص تمنى لو أنه يملك مثل سيارتك، بيتك، جوالك، شهادتك، وظيفتك؟ وأنصحك أخي الحبيب ألا تنظر إلى الخلف ففيه ماض يزعجك، ولا تنظر إلى الأمام ففيه مستقبل يقلقك، لكن انظر إلى الأعلى فهناك رب يسعدك.